السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض برنامج بسيط جدا اسمه سمول بيزك. البرنامج دوت عشان يعلم أساسيات البرمجة بطريقة سهلة جدا للأطفال. بتلاقي أكواد سهلة جدا ممكن تكتبها. البرنامج لو أنت عايز تحمله هتدخل على موقع smallbasic.com وهتلاقي فيه شرح لطريقة البرمجة بطريقة سهلة جدا مش مشكلة خالص. هي الفكرة كلها إن الطالب أو الطفل يبقى معاه أساسيات البرمجة. يعني مثلا هكتب تكست فهو بيجيبها لي بشكل حلو، ممكن بالأسهم أنزل الحاجة اللي أنا عايزها، بدوس دوت وأقول مثلا رايت لاين وأبدأ أحط الأقواس بتاعتي وأبدأ أحط العلامتين وأقول مثلا أمر وراح قايل له رن، فبيبدأ يفتح شاشة الدوست ويبدأ يكتب لي الكلمة اللي أنا عايزها. تمام، فكده يبقى انا عملت البرنامج بتاعي سليم. تمام، زي ما انتم شايفين الموضوع بسيط جدا والواجهه بتاعته بسيطه ولذيذه، بحيث ان الطالب بيبدا يتعود على البرمجه بطريقه سهله. لا مثلا في تايمر، لا في شويه الاساسيات بتاعت البرمجه زي ما انتم شايف، بحيث ان هو بعد كده يبدا يبرمج مثلا بالفيجوال بيزك او بالسي شارب او باي لغه من اللغات المشهوره الجافا.